ثم كل شهر في الابان باش هي على البنيان تهبط سي معنا ونبني لكم الفوق. ترى مثلا عم زينب باش تعمل لكم ابنائك وكذا، فهمت؟ ها هنيوي انت بالذات والله حارس بك، تحبك تاخذ باك سمعت فيك باش تعرس عم زينب. هاي انت سي رامي، مرحبا ابوك كلمني. هاي هاوش نلحقك بجماعه الصاله. هاي تفضلي. هاي شوف سي هيكل، بالمناسبه انا نحب نعقب على كلام السيد. اولا انا مانيش مدب هبتير. ايوه عايشك يقول لك لابي ما في بالو مواني عايشك بالعرب. انا يا سيدي معلم ومعلم في السابق، متقاعد حاليا ومتحصل على التأهيل والتحصيل، ويا حصر عليكم ما صاب جيتوا تقريوا كيفنا. وكان يحكي يقول التلميذ ضعيف، هو ضعيف هو الكحو وبر عاد وحليلة ويتقلب بسيب شو. انا ما نجمش نحكي معاه سيد ذي، مازالوا نهارين في عمره بالبارح، فهمتني؟ بالنسبة لي عندي زوز أولياء البرا يستناو باش يخلصوني، كان عرفت الحكاية. لكن التكلفة أصبحت تثقل كاهل المواطن والولي. مش صحيح بالنسبة لي أنا، الأولياء وين باش يحطوا فلوسهم؟ فلوس يحطوهم عندك هكا يجيو. بالنسبة لي منهم ينفعوا أولادهم وينفعوني. يا سي هيكل راهو ما يتيسرش، فهمتني؟ ما تسمعوا هذاك راهو الدروس الخصوصية يا سي هيكل والراتب ليا راه بالميزانية. ليش ولاك مخصصة ميزانية يا رسول الله للدروس الخصوصية؟ إذا كان عندك أربع صغار وكل واحد يصرف في 30 عند هذا و40 عند الآخر، منين باش يقبل الفلوس؟ اتركني 40 40 دقيقة بس دقيقة بس دقيقة يا جماعة، 40 في 30 120 منين منين؟ صاحبي اثبت 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 تتهد يا سي هيكل. دقيقة دقيقة كم تتكلم؟ دقيقة انا ساعة ساعة نطلع على أبوي يكلمني في الليل، نمشي نطلع على ولده معايا. انت وقت واحد شكون باش يشوف؟ ما عنديش ساعتين يا عيلتك مانيش وقت. اتركوا اتركوا هاي داركوا. طلع على الطفل اللي بدا راقد مع ماضي ساعتين في الليل نقيم وانا بالفرج ونقريه المات. يا بالزريقة بالليكار والكوبا. بالله الطفل بينه وبينك باش يفهم منك، انت باش يفهم منك يا سيدي يا سيدي عبر الساتيليت. ايوا ما عبر اي بالساتيلايت؟ ساتيلايت لنا ساتيلايت. اعطينا ساتيلايت. اعطيه. خباركم تسروا على القراية، واش بها القراية؟ ترى هبلتوا يا سيدي. لا ما قريش وباباي ما قراش وعيلة كاملة ما قريش، احنا وهذا بخيار الخير. يقول الخال الشناوي جهلوت بأنه تخرج من جامعة أوكسفورد. أنا نسبة نهار هزني باباي القراية، زدت مراحلة يوم قلت لك كيفاش تقروا؟ خياركم تقروا يا اخي هذا كلام تقروا، احنا انا ما قريناش ولا بس علينا، ما تقريش الولد وما قرونيش. وانا والدته قد تخرجت من جامعه فلوريدا وهي كرايه كبيره ومحترمه. انا عزقت بمين؟ حتى الذري ما تقراش، الذري الذراري اولادي الكل ما يقروش، اللي يحمر واللي ميل واللي يسرح واللي يرد الماء وما يقروش، وهنا في خيار الخير. وأن عائلته كلهم يقرؤون الكتب والمجلات، وأنه يستعد لبعث جامعة خاصة للقراية. أنا نسبة سبعت صغر سيد المدب، سيد المدب كنا نهزو للخمسية، اللي هز لقى البشعير واللي هز لقى البزيت واللي هز لقى التمر، أما الحمد لله كنا في خيار الخير المدب يد. وأنه الآن يستعمل الانترنت في قراءاته وفي تواصله مع العالم. واني نسرح بالجبال وناخذ فلوس الحق يعني، والفلوس موجوده والحمد لله، وسنه نهار كامل وانا قاعد ساعات بالله 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 لين جنبي يوجعني اصلا. وانه اصيب بفاهق وهو يستعمل الحاسوب. ونا ما نجمش ناقف راه غير والله لا خاطركم على جيتكم هاني وقفت شويه بالنوبيه، اما النوبيه ديري براد التاي حضري براد التاي لا بندخل صقع عليا بالنوبيه. وانا منوبيه قد دخلت وهو يريد الخروج لمواصله تعليمه في الخارج. هاي في الامان حضري كنت كان منوبيه انا جيت. اللي ما يسمعش الكلام هذه.
اسكت يبدا ضعيف يعطيوه الفلقه في عود باش يهزوه كيما علاه يا شيخ احنا نقضيه ونعطيه في مخاتنا لكن الفلقه يا سيدي خلقت رجال ونساء برا شوف سخيف خرجت من الجنه يا سيدي انت مع الفلقه نعم مع الفلقه ومع العصايه بيش والمشكل لا بعيد عن الشيطان تحلوا وتعملوا 30 و40 و50 فلوس تصرف فيها على القرايه باهي صواب توهج دكتور عمرو يمشي بالحكايه دقيقه بس دقيقه بس دقيقه واحد بس دقيقه ما نجمش نكمل دكتور فايتل باش نضربوا راه والا يجي يقرا عندي باش يتربى انت تحيل باش تضرب دكتور هيكل سامحني معذره انا ظهر لي باش ننسحب على لا عندي زوز بيبيات قاعدين نحضر فيهم باش يقراوا عندي بعد أيوة. خمسه ولا سته باش نطلع على امهات يا سيدي كلمني شي الحاله هذه سيدي ولدي يا سيدي اسمعني لا باش نتكلم انا تو باش نتكلم تفضل قالوا في التحضيري وعملوا قناك التمهيدي نتاع التحضيري يصغلوها كاس تونس نعم ذلك بارد يا سي هيكل ما هوش ذلك بارد يا عايشه ايام زمان كيف كانت تحدث الدروس ما فهمت هل كانت الدروس الخصوصية متواجدة أم لا؟ كانت أترك من فضلك بس خانيتك اسمعني نقراو في المدرسة نقراو في المدرسة وفما ناس تقرب ليها سيدي ولدي طوى أن الديار الكل محلولة اللي كان حوانت واللي كان كراجات عملت الحال راكم شو الحالة خلي السيد اللي مجبك هذا يا حبي يقص قسم العباد الراجل هذا ما نعرفش وين لقيتوه ظهر لي جايبين من بوب الدين وزيد ياخذ فلوس بابوك والله في ظلم هذا يا عباد الله انا ماشي نجم عندي ستة اولاد انا فلست في جرة اولادي انا فلست في جرة اولادي عامل ميزانية لحكاية الدروس الخصوصية فهمت الجماعة اللي كيف السيد هذايا اعطيهم الفلوس برك العلم بالراس هيك ليس بالكراس اذا النتائج بعد الدروس الخصوصية كيف تقررها انت كرجل فاضل رجل تربية وتعليم ومربي نعم ايش بي نتكلم انا ما يسالش تفضل هيك دون اي طالع دون اي طالع انا ما نطولش انا الساعة بتاعي بحسابها توا جاي على خاطر الحصة بتاعك شوف سي سامحني عايش تفضل انا كي نشد بواحد ضعيف نقويه 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 لين يدفع ينجح هل ستنفخه بالترمبة كيف تقويه نقويه من السوايع كل يوميا من السبعة للتسعة يا سيدي هناك مشكل كبير في الشارع العربي والشارع ما شفت يا